بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. أهلا ومرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام في فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة، وأهلا بحبايبي الحلوين. إن شاء الله نبدأ السورة اللي عليها الدور كعادتنا، يعني مش هنخلص السورة في فقرة واحدة ولكن هنقسمها على كذا مرة. يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا عايزة أعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. تاني ونخلي بالنا من القلقلة. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. يلا يا أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. طب أنت عارف يا أنس إيه حكم حل؟ ليه إحنا بنعمل صوت الغنة دي؟ عارف؟ قولي. عشان عليها ميم صغيرة. اللي هو ده حكمه إيه؟ مش عارف. قولي يا عبدالله. إقلاب. إقلاب. طب إيه حكم الإقلاب؟ ال إن إيه؟ وعمل لك ميم صغيرة ليه؟ خلي بالك هي الكلمة حلٌ، أنا عندي هنا تنوين. تنوين إيه اللي بنطقه ده؟ حلٌ. تنوين بالضمة. تنوين بالضمة، تنوين يعني اتنين ضمة. اتنين ضمة دي اللي هي بتاخد حكم النون الساكنة، هي نون ساكنة والتنوين. التنوين ديت اللي هي الصوت ده اللي بتكون النون الساكنة الزائدة اللي بتبقى في آخر الاسم في النطق. في النطق قدام شويه نتكلم عن موضوع بتكتب ولا ايه وضعها، لكن احنا قدامنا هنا ان في نون حلن، يبقى هنا نون ورا النون باء. شوف كده الكلمه اللي وراها ايه؟ بهذا. بهذا باء. يبقى انا عندي النون الساكنه دي اللي هي في التنوين هتتقلب تبقى ميم، عشان كده بتسمى إقلاب، بتتقلب ميم. عشان كده انت شايف ايه الميم الصغيرة اللي فوق عندك هنا واضحة اهي فوق اللام، وبعدين بخفيها وبعمل صوت الغنة. فبعمل ايه؟ بصوا عليا. حل بهذا البلد. ازاي؟ لما عندنا الميم الساكنة بيكون وراها باء بنعمل فرجة. فرجة بفتح فتحة بسيطة قوي كده بحيث ما تتلامسش الشفاه، عشان أعمل أخفي الميم وأعمل صوت الغنة اللي هنا. إحنا مرة في التانية في التالتة هتحفظوا القاعدة. أنا عندي هنا حل، هي صح حل بهذا، هتبقى تقيلة في النطق. فيجي الوحي الشريف علمنا، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن إحنا نقراها كده، يبقى حل حل بهذا. يبقى اقلبت التنوين اللي هو النون الساكنه اللي في التنوين لميم، والميم وراها باء، يبقى اقلاب. اقلاب. وانا عندي في نفس، انا عملت هنا اقلبت النون الساكنه لميم والميم وراها الباء. الباء هنا هيبقى حكمها، حكم الميم فيها اخفاء مع صوت الغنه دي. تاني. وأنت حل بهذا البلد.
وأنت حل بهذا البلد. حل بهذا. حل بهذا البلد. ذا البلد. ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. يلا يا أنس تاني. وأنت حل. وأنت حل بهذا البلد. أحسنت. ووالد 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 وما ولد. هنا عندك إدغام برضو، تنوين أهو، تنوين مكسور، هي ووالد، بس مش هنطق ن، ووالد، عشان هيبقى عندي جاي وراها حرف من حروف الإدغام الواو، والتنوين نون ساكنة، بضغم الاتنين في بعض، فبقول ايه؟ ووالد وما، ووالد وما، ووالد وما. كمل بقى يا أنس. ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت. يلا يا شيخ عبد الله. لا أقسم. إحنا بنقصر، إحنا بنقصر يا شيخ في الرواية اللي بنقرأ فيها، رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. يعني عندك حرف في المد في كلمة اللي هي لا، وعندك الهمزة في كلمة تانية، فإحنا بنقصر المد لمد طبيعي، حركتين اتنين، يعني ما بنزودش المد لما يكون حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة تانية. وفي تكملة لأحكام المد في المسألة دي نقولها وقت ما تظهر إن شاء الله. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. جميل. يلا يا حنين. لا أقسم بهذا البلد وأنا عايز أسمع القلقلة. أنا هقف على الدال، والدال حرف من حروف القلقلة اللي مجموعة في كلمة قطب جد. قطب جد، يبقى أنا عندي الدال، لازم أقلقل الحرف عشان إيه يظهر معي. بلد. بلد. يلا يا حنين. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد ولد. ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. 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 هزي الحرف، قلقلة يعني بحركه. كبد. كبد. أحسنتي يا شروق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل. النون الساكنة هنا حكمها إخفاء. وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما لا، ما بنطقش نون، التنوين هنا ورا حرف من حروف الإدغام، حروف الإدغام اللي مجموعة في كلمة يرملون، خمسة منهم لما باجي أضغمهم بغنة، واتنين منهم لما باجي أضغمهم بدون غنة، يعني واحد إدغام بغنة والتاني إدغام بدون غنة. الكلام النظري ممكن يكتر ونتوه فيه، فإحنا مع بنشرح الحكم مع الآية. أنا عندي هنا الواو من ضمن الخمسة اللي أنا مع الإدغام بيكون فيه غنة، اللي هم ينمو، باخد من يرملون ينمو، ينمو فيها الواو، وأنا عندي التنوين قبلها، يبقى إيه؟ اللي هي النون الساكنة وداخلة على حرف من حروف الإدغام بغنة، عشان كده بقول ووالد ووالد وما، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت. يلا يا أستاذ سادة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا 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 أيوة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. في كبد. في كبد. جميل.
يلا يا آدم. لا أقسم. لا إحنا بنقصر في المد. لا أقسم في بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. جميل، وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله اللهم حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا، واجعل القرآن العظيم لنا قائدا وإماما إلى جميع الخيرات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. آمين.